وللحديث أكثر عن هذا الملف مشاهدينا ينضم معنا من الفلوجة المحامي أنور العلواني. أستاذ أنور أهلا ومرحبا بك في نشرة الرابعة عبر دجلة. يعني نتحدث عن هذا الملف والتصريحات التي ضج بها الرأي العام، تصريحات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والتي قال فيها إن المغيبين هم مغدورون فعلا. لماذا برأيك صدرت بهذا التوقيت وهل أدان نفسه بنفسه فعلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناة دجلة، ونتمنى الصبر للعوائل المفجوعة التي نزل عليها خبر أن أبنائهم مغدورين من قبل رئيس السلطة التشريعية السيد محمد الحلبوسي. لا يخفى عليكم كان هناك خلاف بين النواب، وتحديدا النواب المناطق المحررة، هل هم مغيبين أم مغدورين أما مختفين قسرا، والتوصيف القانوني لهم قلناها سابقا من خلال قناتكم الموقرة أنهم مختفين قسرا ولا يسقط حقهم قانونيا بالتقادم، حيث أخبرت لجان الأمم المتحدة في اتفاقات دولية سابقة في المادة الأولى. ثانيا، لا يوجد مبرر للاختفاء القسري سواء في حالة حرب أو في حالة سلم. يا سيدتي العزيزة، هناك أطراف تتعمد أن تسمي أهالي تسمي المغدورين هم مختفين قسرا، والآن أطل إلينا السيد رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي وهو رئيس تحالف السيادة، وأخبر صراحة بأنهم مغدورين وأسماهم بهذا الوصف، وهذا بحد ذاته إخبار أمام الادعاء العام أن يتحرك ويأخذ دوره ويعرف أو يعيد رفات المغدورين كما أخبر. لا تبعد عني منطقة البعكاش سوى كيلومتر واحد التي حدث فيها الاختفاء القسري، وهناك قاعدة بيانات كانت في مجلس محافظة الأنبار، كان هناك تحقيق غير جدي وغير منتج للحادثة التي حصلت، ولم تشخص الجهات التي أخفتهم. حقيقة أحد الأشخاص يروي لي وهو زميل محامي أن أباه كان مع هؤلاء المغدورين، وتم اقتيادهم بعربات المنشآت وعربات عسكرية وجهات ترتدي الزي العسكري. لماذا إلى الآن بعد 7 سنوات أطل إلينا السيد رئيس مجلس النواب وأخبرنا بأنهم مغدورين؟ لماذا لم يتم الإخبار بأنهم مغدورين وتم الإخبار عنهم في هذا التوقيت الحساس؟ الخبر يا سيدتي وقع كالصائع علينا وعلى أهالي المغيبين، المختفين قسرا عفوا، وخروج أهالي ووجهاء منطقة البعكاش خير دليل أنهم طالبوا بخمس مطالب. نعم. إذن العشائر تدين هذه التصريحات اليوم من السيد رئيس البرلمان، يعني برأيك ما الذي من الممكن أن يطفئ غضب الأهالي هناك؟ حقيقة لا يطفئ غضب أي عائلة فقدت ابنها أو أي شخص تم إخفاه سواء في منطقة الرزازة أو في منطقة البعكاش الصقلاوية أبناء العمومة من عشيرة المحامدة، وحتى في منطقة البنمر هناك أشخاص تم إخفائهم. يا سيدتي العزيزة، هناك طريق قانوني سهل جدا وهو الإخبار أمام الادعاء العام. كان هناك رئيس وزراء، وكان هناك وزير دفاع، وكانت هناك قيادة عمليات تمسك الأرض. لماذا لم يتم استدعاء رئيس الوزراء ووزير دفاعه وفتح التحقيق معهم أمام لجان مختصة، ألا وهي لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ولجنة حقوق الإنسان، كونهم اللجنتين المعنيتين بهذا الملف؟ سيدتي العزيزة، نعتقد وردنا أكثر من خبر من عوائل من الذين تم إخفائهم أو اختطافهم في منطقة الرزازة أنهم مختفين في أحد المناطق، ولكن لا يستطيعون البوح عن هذه المنطقة. الأمر الثاني، ندعو أهالي المغيبين إلى تحضير النعوش، وسيتم السير بها حقيقة في منطقة الصقلاوية بعد استحصال الموافقات الأمنية، لإرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بعد أن يئس هؤلاء الضحايا وذويهم من الحكومات السابقة.
نعول على السيد السوداني والخطوات التي قام بها حقيقة محل احترام وتقدير من حيث إيقاف عمليات التعذيب والإكراه في السجون التي هي لا تختلف ضررا عن الذي حصل للمغيبين أو المختفين قسرا. نعم أستاذ أنور، يعني لو سمحت لي أن أدخل معك بموضوع القانون أكثر، يعني أليس التستر على الجريمة هو جريمة أيضا عندما يقول السيد الحلبوسي أنه يجب تغيير اسم المغيبين إلى مغدورين؟ أليس يعلم أو تكون خلف هذه الكلمة معلومات خطيرة قد يكون يعلم من الجهة التي تقف خلف قتل آلاف الشباب هناك؟ أنقل لكم وعبر قناتكم وهذا حصل لكم، كانت زيارة لأحد أعضاء مجلس النواب من تحديدا محافظة الأنبار، لا أريد أن أذكر اسمه، إلى غرفة محامي الفلوجة وتم التطرق إلى موضوع المختفين، وأخبرته لماذا لا يتم تسميتهم مختفين قسرا ومصرين أن تسموهم مغيبين. قال الأمر أكبر منا بهذا الوصف. الأمر الثاني، عندما جلس مع أحد أعضاء اللجنة القانونية للتطرق إلى قانون مهم وهو قانون كنتم خير مقدمين له، وهو قانون العفو العام، لماذا لا يتم طرحه من قبل رئاسة مجلس النواب؟ الأمر قال لي بالحرف الواحد، وهو أحد أعضاء اللجنة القانونية، لا تسألني عن القانون لأني لا أعرف شيئا بالقانون، لا أعرف كيف تم إدخاله في اللجنة القانونية وهو يصرح أمام جمع من المحامين ويقول أنا لا أعرف شيئا بالقانون. سيدة العزيزة، لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية هم معنيين أن يقدموا طلبات إلى رئاسة مجلس النواب واستيضاح من القائد العام للقوات المسلحة في ذلك الوقت ووزير دفاعه. أما السكوت من أعضاء مجلس النواب ومن أعضاء مجلس النواب في المناطق المحررة والدخول في مؤتمرات انتخابية في نفس المناطق التي تم الاختفاء القسري فيها، هذا أمر معيب ومخزي، ولا يستحقون أهالي المغيبين هذا الفعل. نعم فعلا المحامي الأستاذ أنور، من خلال قناتكم أن يتم التطرق لأهم قانون وهو قانون الاختفاء القسري وقانون العفو العام كونه يمس أبناء هذه المناطق المحررة، وشكرا لما تقدموه من دعم إعلامي، وفقكم الله. شكرا لك أيضا محامي.